طبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. هنشوف الكاركتر بيجي ازاي. هاجي ادوس على ستارت وهاجي اكتب سي اتش هيديني كاركتر ماب الخريطة بتاعت الرموز. تمام، بقدر استفيد بيها بان انا ادرج اي رمز من الرموز ديت او باي شكل اهو. تمام، اهو كل دي اشكال ببتدي ان انا اقدر ادمجها، حاجات اقدر اعملها وحاجات ما اقدرش ان انا اعملها، وحاجات بتيجي معايا بتديني شكل جمالي في الكتابات بتاعتي وبتديني تعابير خاصة وصعب ان انا اقدر اعملها بنفس الشكل بتاعها ده، ومحدش فينا ما بيحتاج لهاش، سواء في كتابة نصوص او في احيانا ساعات في التعليقات بتاعتنا. ممكن انا استخدمها في اي برنامج معالجة نصوص سواء مايكروسوفت وورد او الوورد بات نفسه بتاع الويندوز 7. الويندوز وفرها لنا زي ما هو موفرها في برنامج معالجة النصوص مايكروسوفت وورد. وليكن ان انا هاخد الله اكبر، هقول سيلكت، مش دعوه بحرف الار ده كده اهو، سيلكت ماشي، بقول كوبي. اذا انا خدتها كوبي اهو. تمام، واروح على وليكن برنامج معالجة النصوص اللي هو الوورد باد اكسسوارز اهي، واجي اروح على برنامج احنا قلنا الوورد باد. تمام، بقف هنا كده واقول كليك يمين باست اهو، مليها بالحجم الصغير، ممكن اكبرها اداني نفس الشكل اللي موجود. تمام، طيب ندرج واحدة تانية اهي، نختار هنا طبعا بيرجع للخط، كل ما بتختار كل الخطوط ديت كل خط ليه الاشكال بتاعتها والحروف بتاعتها، من الممكن ان انا اختار اي حاجة اي كاركتر هنا جمالي اي حاجة يعني، ما احيانا ساعات بنيجي ناخد دي في اول الكلام اهي سيلكت، سوري احنا لازم نشيل دي كده علشان لما ياخد كوبي ياخد دي. سيلكت ماشي اهي، هناخد دي كوبي واجي هنا اهوت واقول بيست واروح مكبرها، او مثلا اكتب اي جملة. بص هنا بيعمل ايه، بيكتب لي علشان هو اختار هنا الخط، اختار هنا الخط. تمام، واقف على الخط، انا بكتب اي جملة اهي بالعربي او بالانجليزي او بالعربي زي ما انا عايز، وابتدى ان هو يختار. هنا هتقول لي طب ما هو انت اخترت نفس الخط ان هو وجابها، هقول لك ما هنا اخترتها على اساس ان هو الخط دوت متعارف عنده ان هو دوت كتب الرمز ده او عمل الرمز ده، لكن في بعض الخطوط مش عمرها ما تديني، مثلا ده لما اجي اخد دي العلامة الاتساين برضو في بعض الناس هتقول لي موجودة، طب ده هو واقول سيلكت كوبي واجي هنا واهو بيست عملها اهو وكبرت عشان احطها في معادلة مثلا على سبيل المثال. هاجي على الرمز ده مثلا وليكن، طبعا لازم اشيل ده كده وبعلم عليه واشيله عشان ما يعمليش كوبي للاتنين، سيلكت كوبي اجي هنا لو بيست اهو واكبره زي ما انا عايز حسب اللي انا عايزه. تمام، طيب عندي ايه تاني مثلا، وليكن ناخد شكل تاني، اختار اي خط تاني اي علامة وليكن دي اهي كوبي
بيست اهو، عمل لي العلامة دي اهي، وهكذا. اي علامة عندي اقدر ان انا اخدها وانسخها طالما هي موجودة عندي هنا. انا باخد مثلا وليكن الرمز، انا عايزين نشوف بس رموز، عشان رموز طيب هو عموما في الكاركتر اللي تحت هنا، هو كده تقريبا بيبقى فيه حاجات مثلا دي اهي. انا في ممكن اكتب يعني مثلا دي حاجات الالماني وفي حاجات فرنساوي مش موجودة عندي ومش هعرف اكتبها. فالحروف ديت، الحروف ديت من ممكن ان هي تساعدني شوية في كتابة جمل. ممكن اكتب بخط اليد بيها، يعني ممكن اجي على حاجة مكتوبة مثلا، اي حاجة عربي، اي خطوط عربي هنا اهو، نشوف فين مثلا ده، وعايز اكتب بخط اليد اسمي مثلا. يعني انا ممكن ان انا يعني ده تأليف، يعني ده وقت ان انت تقدر تخترع وتبتكر حاجة، يعني تبتكر حاجة مثلا. هنا عايز اكتب الاسم، بس طبعا احنا هناخد هنا فيها وقت شوية عشان ندور. ادي الميم، اشيل دي الاول، ولو متشكر ادي الميم سيلكت يا عم. وعندك فين الحا اهو سيلكت، بس نعمل ايه، وادي الميم تاني، وادي الواو، وده عن ليه حد مزعله مننا، ادي ميم سيلكت، وادي حا سيلكت، وادي ميم سيلكت، وادي الواو سيلكت، وادي الدال سيلكت. اداني كلمة محمود اهو، اقول له كوبي واروح هنا كليك يمين واقول له بيست، بس كتب لي محمود بالخط ايه. ولا تعبت بقى دورت على خط، ولا دورت على ايه، على حاجة كأني كاتبها بخط اليد، كأن خطي مش لذيذ. ممكن ان انا يعني اكتب اي كلمة بخط اليد، اكتبها بكاركتر معين، سواء بلغة مثلا، ممكن عايز واحد يكتب بلغة هيروغليفي شوية، برموز، بحروف، يحط في اسمه حرف معين يقدر يبتدي ان هو يشكل فيها. المهم احنا بنقول الطريقة، اما الابداع فده سايبينه ليكو. وهنقول لو احنا عايزين نسيف هنسيف، لو احنا مش عايزين نسيف مش هنسيف، وهنقفل. من الممكن برضو ان احنا نشوف ان احنا نكتب بخط اليد فعلا في ال، فاكرين لما جبنا الكيبورد جبناها منين؟ قلنا احنا هندوس كليك يمين تول بار، ونجيب تابلت بي سي ماشي، ادي خطوة، او كليك يمين بروبرتس تول بارز، وادي تابلت بي سي، هي عشان بس نبقى ايه، ادينا رجعنا على الاثنين. قول اوكي، هتظهر لي هنا الكيبورد، مجرد انا بضغط عليها دبل هتبتدي تتحمل اهي. هنا ده الكيبورد بيديني الاشكال بتاعتها، اي زرار انا بضغط على زر الالت اهو، نور لي زر الالت وراه لي فين، كنترول اهو، السبيس اهي، اي زرار بدوس عليه بيبتدي ان هو ايه، يديني شكله على الكي بورد. تمام كده. طيب هاجي اكتب حاجة، من ممكن ان اكتب بخط اليد سواء عربي او انجليش، بختار من هنا عربي او انجليش، انا هكتب انجليش مثلا محمود، بصوا هيعمل ايه بقى هنا اهو، مش خطي مش حلو قوي اهو، يو دي هي دي مش عدلة قوي، بس اهو لا كتبها او، ما ده غلط برضه، يعني هو فهمها انها او، فهمها انها او ماشي. طيب
ممكن ان انا اقول له دي غلط مش عايزها، انا عايز دي. نشوف كده اهو، اديها لي انها دي محمود، وليكن اهو كتبها لي ان هي دي. تمام. طيب اخدها انسرت، بس قبل ما اقول له انسرت افتح ال الورد بات. تمام. الورد بات افتحه. تمام. معلش هنكتبها، شكلنا هنكتبها تاني لانها تقريبا ايه ما كانش راضي عننا نكتبها له تاني. كده كويس محمود. تمام. اقول له انسرت، يبتدي يكتب لي هنا كلمة محمود. يا عم انت هتتعبنا ليه بقى معاك وهتقول لنا بقى؟ طب ما كنت كتبتها هنا ارحم لي، هو احسن لي. هو بيديك ميزة، بيديك خط من الممكن انت تعملها كده، ممكن انت تعملها كده ماشي. هو بيديك كل الخواص وانت تشوف تستخدمها في ايه. ما جايز احنا بنستخدمها هنا هوت بشكل مش متوافق معانا، بس في ناس تانية بتبقى محتاجة الشكل دوت. تمام. طيب هنقفل كده ونقول له شكرا، نقفل كده، نقفل كده، نقول له متشكرين جدا. اتمنى ان نكون استفدنا النهاردة، ومنتظر تساؤلاتكم واسئلتكم. وان شاء الله في حاجات احنا ما قلناهاش طبعا في الويندوز، انا مستني اللي انتوا تقولوا لي عليها علشان اقولها لكم. ودي من ضمن الاسئله بتاعتكم، وان شاء الله نكون ادم ربنا سبحانه وتعالى احنا نكون استمتعنا بوقت مع بعضينا مفيد، ونكون كلنا استفدنا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.